وصفت بأنها إحدى أكبر الجرائم ضد الإنسانية في القرن 21، ولكن لا يهتم العالم بها كثيراً. أقليات مسلمة في بعض الدول تعيش الاضطهاد، من بينهم الأويغور، فمن هم ولماذا يصمت الجميع عن معاناتهم؟ قضية الأويغور ليست قضية حديثة، بل تعود إلى بداية القرن 20 بعد صراعات متكررة لضم إقليم تركستان الشرقية إلى جمهورية الصين الشعبية، وهي الموطن الأصلي للأويغور، شعب مسلم من أصول تركية عاش ظلم التاريخ والجغرافيا، لأن المنطقة ظلت محل طمع لثرواتها وموقعها الاستراتيجي. الصراعات حسمت حين احتلها جيش الصين الشعبي في شتنبر عام 49 900 ألف وفرض سيطرته عليها، لكن مقاومة الإيغوريين دفعت الحكومة الصينية إلى الموافقة على منح الحكم الذاتي للإقليم عام 55 900 ألف، وغيرت اسمه إلى إقليم شينجيانغ التي تعني بالصينية الحدود الجديدة. الحكم الذاتي كان تحت سلطة الشرطة التي تراقب كل التحركات على مدار الساعة، وتمتلك تقنيات متطورة جداً لتحديد الوجه والتعرف على الأشخاص ومعرفة تفاصيل الحياة اليومية وتسجيلها، ليصير الإقليم بذلك أشبه بسجن كبير. ثم عمدت الصين إلى استقدام صينيين شيوعيين من مدن أخرى للعيش فيها، وهنا بدأ مسلسل تحويل الأغلبية الأويغورية إلى أقلية، ثم محو هويتهم اللغوية والثقافية والدينية بالكامل. كيف ذلك؟ عبر معسكرات التدريب. معسكرات التدريب كشفت بعد تسريب وثائق رسمية للحكومة الصينية حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. الوثائق تروي وتصف كل ما يحدث داخل ما تسميه الحكومة بمعسكرات إعادة التأهيل السرية، التي أنكرت بكين وجودها في البداية، لكنها عادت وبررتها بأنها مجرد مخيمات للتدريب المهني ولإبعاد المسلمين عن التطرف، وتزعم أنها تقدم لهم دروساً في المواطنة شعارها الصين أولاً وقبل كل شيء. إلا أن ما يحدث داخل هذه المعتقلات هو رعب وغسل أدمغة. يقتاد إليها مسلمو الأويغور قسراً، ويقدر عددهم إلى قرابة 3 ملايين شخص. مسلسل محو الهوية ذهب حد فصل الأمهات عن أطفالهن وإغلاق المساجد، وصارت الصين تعتبرهم أقلية رغم أن عددهم يتجاوز 10 ملايين مسلم في الإقليم. اليوم معاناة الأويغور تتواصل وسط صمت غريب، وذلك بسبب مصالح الدول الجيوستراتيجية والتجارية مع دولة الصين القوية حسب ما يراه المحللون، إذ عبرت 37 دولة عن دعمها لبكين، من بينها 14 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي. تماماً مثل الأويغور، لا تزال أقلية الروهينجا تعاني التطهير العرقي في بورما، وينتفض كذلك المسلمون في الهند ضد قانون تمييزي. فإذا كان الوازع الديني غير مجد، هل الوازع الإنساني هو أيضاً غير كفيل لإدانة هذا الظلم؟